السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليالي العصر والسفر والوتر والليل اذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات التي لم يخلق مثلها في البلاد وسمود الذين جابوا صخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد وصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا يهد على طعام المسكين وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لّمّا وَتُحِبّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّ لَهُ ذِكْرًا يقول يا ليتني قدمت لحياتي لي ويومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوسك وساقه احد يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راديه مرديه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي